تجلى نيرا بزمان الصوم فينا بشرا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد اليومي من برنامج من واقع الصائمين. يرافقنا كالعادة للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم الدكتور إبراهيم الشيبي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بهذه التحية، تحية الإسلام، نحييكم ونحيي كل السادة المشاهدين الكرام والمشاهدات الذين اختاروا مرافقتنا في من واقع الصائمين. بالنسبة للتواصل معنا والتفاعل معنا للاتصال بنا، الرقم الهاتفي الموضوع على ذمتكم هو sl@tunisiatv.tn. عفوا، الرقم الهاتفي 00216 93 438 038، بينما العنوان الإلكتروني هو sl@tunisiatv.tn. ونبدأ في تقبل المكالمات الهاتفية على 93 438 038. معنا الأخت عفوا نجاح من الهوارية. السلام عليكم أختي نجاح، مرحبا بك. السلام عليكم دكتور إبراهيم، رمضانكم مبروك. كل عام وأنت بخير. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أختي نجاح. أنا نحب نسألك دكتور، نعم، على صلاة التراويح وراء التلفزة جائزة أم لا؟ هذا هذا السؤال الوحيد، ما عندكش أسئلة أخرى؟ لا كهو عايش. شكرا لك على الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة التراويح جائزة من وراء التلفزة ولا لا دكتور؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. هو المطلوب يعني في الصلاة بصفة عامة، نعم، هو الاجتماع. وجعلت إذا كان يعني يتم تعطيل الاجتماع يعني تنتفي حكمة الصلاة، نعم. لكن إذا كان هذا المكان يعني جامع كبير والصحن يعني فيه شاشات ربما مجهز أو، نعم، شيء بشاشات تنقل صورة الإمام لمن هم في خارج الصحن أو شيء، وهذا لم أره بعد يعني، نعم، ربما موجود في دول أخرى، نعم، دكتور، نعم، خاصة في دول شرق آسيا حيث، نعم، يعني تبارك الله مش موجود في الهوارية، نعم، نعم. هذا هو المعنى. أيوة. ولا في تونس. فالأصل كون أكل المصلين يعني يتموا بالإمام بالمضخم الصوت، نعم، يعني يكونوا في الصحن مثلا، نعم، عندما يستمعون تكبير يكبرون، نعم. واذكروا مرة يعني في أحد مساجد صارت إشكال يعني عندما قطع الكهرباء في صلاة جمعة، نعم، وكان يعني البعض يعني لم يسمع تكبيرات الإمام وصار إشكال في هذا عند انقطاع الكهرباء. المهم الأصل كون في الصلاة وخلف المذياع ولا خلف التلفاز أو خلف سنحقق صلي تراويح مع الحرم في هذا لا يصح، وتشدد فيه خاصة الأحناف أو الحنفية يعني للتمييز بينهم وبين الأحناف اللي هم يعني، نعم، الذين يتعبدون على ملة أبينا إبراهيم، نعم. إذن الحنفية شددوا في هذا الأمر، نعم، فقالوا أن معناها الصلاة الإمام المأموم خلف الإمام لا تجوز إذا كان هناك فاصل. يعني، نعم، زورق، نعم، يعني يمر منه يعني قلت زورق نهر يمر ثم مكالمة هاتفية أخرى، نعم، فما مكالمة نأخذ المكالمة حتى يعني أخرى نتقبلها. معنا الأخ صديق الإمام من قبلي. السلام عليكم أخي الإمام، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كل عام وأنت بخير. تفضل أخوي الإمام، شنو سؤالك ولا أسئلتك؟ سؤالي والله عندي مبارحة لونة، عندي أول نهار معناتها في الصيام. أي. عندي في السحور معناتها نوقف بعد السحور ممكن نبرح. عندي فجعة. فهمتني؟ أي نعم. فهمتني ولا؟ أي نسمع، نعم، فيك. نعم. نعم نسمع فيك. شربت المية معناتها نقول سهوة. كان بعد بالوقت. أي. فايت من درجين. أيوة. أنت بعد ما شربت شفت الساعة لقيت فات وقت الفجر. أي أنا قلت لك زي ما هو عشان أي سقط. نعم. هذا هو سؤالك خويا الإمام. أي إن شاء الله. ترجع نهار محل نهار هذا إن شاء الله توسعوا، نعم، في الإجابة. شكرا لك على الاتصال. نعم. شرب الماء سهوا بعد حلول
الساعة أو وقت الاستمساك. نعم. دكتور، وأنا نكمل نفصل في مسألة هذه صلاة التراويح خلف الإمام. قلت اللي الأحناف هم الذين شددوا في المنع. نعم. قالوا كون لابد من اتحاد المكان بين الإمام والمأموم. نعم. يعني اتحاد المكان كون الإمام والمأمون يكونوا في فضاء واحد. في فضاء واحد، ما يكونش ما بيناتهم طريق مثلا يمر منه الناس أو جدول ونهر يعني صغير ولو يمر منها زورق قلت أو شيء. قالوا هذا لا يجوز، وقالوا أن هذا يعني ربما سيؤدي إلى تعطيل الشعيرة. نعم. تدريجين كل حد يقول كارياني في الدار وبش نصلي وراء التلفزة. فهذا يعني يعني من الأسباب الوجيهة التي يعني سطرها فقهاء إذن فهذا الأمر غير جائز. غير جائز. نعم غير جائز. نعم. لكن هذا ما يمنعش كون تستفيد من الخطب ومن الدروس. نعم. ومن المواعظ. بالنسبة لشرب الماء والأكل سهوا بعد حلول وقت هذا يعني هو استيقظ من النوم. نعم. يعني قال يعني ربما كانت له أحلام مجعزة أو شيء. نعم. واستيقظ يعني فشرب الماء وبعد ذلك راجع نفسه فوجد أن الوقت يعني الفجر يعني وهو هذا الوقت قصير حقيقة. نعم. يعني 5 دقائق أو شيء، ولكن عليه قضاء يوم محل يعني قضاء يوم فقط. أي إنسان يستيقظ من النوم ظان أن الفجر لم يطلع، فما فرق بين الظن وبين الشك. نعم. لأن الشك لا يعني لا يعني يترجح فيه طرف على آخر، بينما الظن يعني لا يترجح فيه طرف على آخر. شك أنه عنده يقين 80% الفجر طلع. نعم. ما نحكوش احنا على الناس المجهزة الآن بكذا، نحكو على إنسان في سفر، على إنسان ما عندهش الوسائل هذه، وعلى الناس الموجودة زاد في عديد المناطق ومازالت. نعم. يعني تشكو. نعم. من مثل هذه الأمور، فهو يعتمد على الوسائل، وهذه صارت حتى في عهد الرسول. نعم. صلى الله عليه وسلم أفطروا، شافي بالهم من المغرب حان، يعني أفطروا لغيم كان في. نعم. السماء حجب قرص الشمس، وبعد ذلك يعني تبين لهم يعني الشمس بزغت من جديد. نعم. يعني ماذا يترتب عن ذلك؟ يترتب يقضي يوم القضاء الكلام. هذا هو. نعم. الجواب. نعم. بالنسبة للمكالمة الموالية معنا الأخت بيا من ماتر. السلام عليكم أختي بيا، تحياتنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك الله يسلمك. بارك الله فيك، تفضل. عايشك يرحم والديك، والله فرحة ياسر ياسر اللي كلمتكم أول مرة في حياتي نكلم سيدي الشيخ. مرحبا بيكم، واحنا فرحانين بصوتك وبسماعك، ومرحبا باتصالاتك في كل وقت. عايشك ربي يبارك لك في صحتك خويا. والله باش نسألك، كان عندي باش أسأل ما باش نختصرت وأسأل وإن شاء الله مرة أخرى. إن شاء الله، تفضل. عايشك سيدي، اسمعني خويا، أنا والله حاب نسأل على الثياب. نعم. ما عادش نجم نصيم جملة، كنت قبل نصيم وكنت لاباس عليا بصحتي، توا ما عادش نجم نصيم. المشقة تعب ياسر، نتعب ياسر، ضعفت برشا حتى في بدني، ضعفت ياسر ياسر ياسر. نزل حتى لو توا نزل عهدي بروحي، عندي يمكن شهر هكاكا نزل في 47 كيلو، يعني ديما ماشية في النقص. نعم. توا عديت عندي يمكن جمعتين هكاكا ناخذ في دواء نتاع فيتامينات. نعم. عندي برشا يعني تشكك فيه الدكتور في امراضات اخرى، عمل لي تحليل ما لقى عندي حتى شيء، قال لي لاباس، ضعف ما نعرفش خويا كيفاش. نعم. نعم. سؤالك اختي بيا، ان شاء الله ربي يكتب لك الشفاء العاجل، ان شاء الله تسترجع قواك وترجع لصحتك ونشاطك في اقرب وقت. السؤال نتاعي خويا. نعم. نحب نعرف يعني على الصيام كيفاش باش نعمل، يعني نحس روحي تعبانه. نعم. هذا سؤال الاول، خليك تسمع الاجابه. ايه. من الدكتور يعني مباشره. ايه. الان نبي. نعم. يعني ربي يشفيك كل شيء، لكن انت تستشير الطبيب. تستشير الطبيب، ويعني هو اللي ينصحك بالتغذيه اذا كان يعني تطلب هذا النحافه وهذا الهزال المفاجئ اللي جاء. نعم. بدنك يعني الذي الم به. نعم. في بشكل مفاجئ تشوف شنو الاسباب الصحيه، واللي يقوله الطبيب انت يعني. نعم. تقوم كان قال الطبيب افطر هكا. ايه. نعم. تفطر ولو تاخذ يعني اعطى مقويات او فيتامينات او ادويه لفتح الشهيه. نعم. او شيء، وبعد ذلك ان شاء الله عندما تستعيد عافيتك وصحتك ترجعهم. نعم. الايام هذا. السؤال الثاني اختنا بيا، تفضل. والله السؤال الثاني يا اخوي، نحب نعرف يعني المشاكل واحد كي يصبر، والقطع صله الرحم. نعم. عندي راجل يعني قطع ما بيني وبين عائلتي. حاب نعرف نصبر يعني ربي يجازيني ولا لا. يعني ان شاء الله مشاكل تسببت من غير. نعم. حتى اسباب يعني من والله ما نقولكش حتى اسباب معناها. هذا هو السؤال الثاني. يعطيك الصحه. شكرا على الاتصال، ان شاء الله يرحم والديكم ربي يجازيكم. بارك الله فيك بالخير. يعطيك الصحه. مبروك. شكرا لك. شكرا لك.
قطع صلة الرحم، وما أحوجنا إلى تطرق لهذا الموضوع في رمضان وفي غير رمضان. مثلش دكتور نجاوب على السؤال، نروحوا كما قلنا بين أي. الأسئلة الرمضانية المتعلقة بفقه ومعاملات وعبادات رمضان، وما فيها بأس من حين لآخر لأنه شهر رمضان هو فرصة للتسامح، ولا حتى اللي كان بيناتهم مشاكل وكذا في رمضان يعني يرجعوا لبعضهم، وإلا حتى ينتظروا للعيد هو شهر الموالي. شهر نعم هو شهر نعم شهر رمضان له نعم. أبعاد اجتماعية يعني وأبعاد معنوية صحيح. وأبعاد يعني نفسية واقتصادية وكلها يعني موجودة في شهر رمضان. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صعد المنبر ثلاث مرات، ثلاث درجات، كان في منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعني قال اللهم أمين واللهم أمين اللهم أمين. قيل عما كنت تؤمن يا رسول الله؟ نعم. قال جاءني جبريل وأنا أصعد الدرجة الأولى وقال لي رغم أنف امرئ يعني أدركه رمضان ولم يتب، فقلت اللهم أمين، ورغم أنف امرئ يعني أدرك أحد والديه ولم يدخل يدخله نعم الجنة نعم. فقلت يعني اللهم أمين أدرك والديه إذن أحد والديه. مطالبون في نعم رمضان باش دقيقة أكمل نعم المسألة الثالثة. قال يعني ثم رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم هذا المطلوب يعني في شهر رمضان كون يعني إدراك رمضان هي نعم التوبة نعم هي المصالحة هي يعني المراجعة الاجتماعية، لأن العائلات يعني البعض يعني يقول أن شهر رمضان هو شهر استهلاك أو شيء لا، هذه يعني كيف تشوف أنت الناس ليلة غدوة رمضان تجدهم يتسوقون ويشترون نعم كثيرا، هذه فيه دلالة اجتماعية أن الأسرة لم تعد تجتمع نعم إلا في شهر إذن في هذه شهر فرصة رمضان لهذا نعم الأمر ممكن نتوسعه أكثر في الموضوع بعد ما ناخذ أو إذا كان أتيحت فرصة الوقت، لأنه المكالمة الأخيرة الآن ترد علينا من دوز من ربوع المرازيق الطيبة. معنا على الخط الأخ سالم. السلام عليكم أخي سالم. عليكم السلام يا دكتور. أهلا وسهلا. مرحبا بك، تفضل المجال مفتوح لك للسؤال. تفضل. بارك الله فيك يا دكتور. عندي ثلاث أسئلة بارك الله فيك. تفضل. السؤال الأول عندي كما قلت لك زوجة ابني معناها في أول حمل نعم تتقايم معناها برشا تتقايم برشا أنا أشوفه يعني تفطر ولا لا يعني السؤال هذا السؤال الأول نعم. والسؤال الثاني السؤال الثاني بالنسبة لي شخصيا أنا مريض حساك عندي التشل الكلوي. اللطف عليك. أنا منصفي عايش بارك الله فيك منصفي مرتين في الأسبوع معناها نسأل الكفارة يعني أخذ نفطر يعني يلزمني نفطر حسب الدكاترة يلزمني نفطر أي الكفاره قداش معناها خاطر اثنين ظل الاخوان متضاربه واحد نعم يقول لي دينار 500 واحد يقول لي دينارين واحد يقول لي 3000 معناها ما عرفتش هذا السؤال الثاني والسؤال الثالث اخونا سالم. السؤال الثالث دكتور فيما يخص الزكاه عندي الاغنام عندي شويه غنم معناها شاي معيز نقول احنا وغنم بياض يعني الزكاه فيما يخص الزكاه وعندي معناها هذوما مقسومين على زوز واحدين في الصحراء يرعوا البرة واحدين في اللي فيهم في الدار نعم هل ترى نجمع نعم. مع بعض ونزكي عليهم ولا واضح واضح الأسئلة. شكرا لك اخونا سالم على الاتصال بسرعة دكتور نعم. بداية الحمل والحالة الصحية معناتها ماهيش ملائمة هو بالنسبة للقي يعني ليس مفطرا بصفة عامة ولكن بصفة عامة من يعني ذرعه القي أي غلبه القي فأكرمكم الله هذا لا ليس مفطرا، أما من استقاء عمدا هو الذي نعم طلب القي فهذا يعني يعتبر مفطرا شريطة لا يبتلع منه شيء، وهذا يعني معروف في فترات الحال من الأشهر الحمل الأولى هذا يرافق معظم الحوامل، وقلنا احنا وكررنا اللي الحامل إذا كان خشيت على نفسه أو نعم أو خشيت على جنينها أو صعب عليها مواصلة الصوم تفطر وتقضي نعم بعد ذلك أو تطعم هي مخيرة. الآن الفدية بالنسبة للمريض نعم مرضا نعم إن شاء الله يشفى لمحالة لكن نعم مرض مزمن خلينا نقول نعم هو يعني ما احنا رديناه مرض مزمن لأننا ندفن موتانا كل يوم في المقابر وتدفن معهم الكلى والناس تحتاجك شفت هذا تصفية الدم الدياليز الناس يعني تحتاج الكلى نرجع له موضوع تبرع نعم بالأضامة نعم أخرى نعم إذن فالفداء هو فدية يطعم عن كل يوم يطعم عن كل يوم مسكين هذا هو فقط نعم يعني فطور وسحور فطور وسحور وجبتين مشبعتين أقلهن اللي نسميه زكاة الفطر دكتور الفطر أقلهن تقييم هذا كتقييم أي يعني حسب استطاعته نعم هو بالنسبة نعم للسؤال وإلا إذا كان مقتدرا كما تتكرر دائما نعم نعم حسب من أوسط ما فطور وسحور كيف فطور وسحور نعم هذا فطور هو وسحور حتى في خارج رمضان النجم يعني نعم يجمع نعم مساكين ويطعمهم في يوم واحد وهذا كله مفتوح إن شاء الله نعم شكرا لك دكتور. السؤال على الزكاة يعني بسرعة الزكاة يعني نعم إذا بيجمع يجمع ممكن نعم يجمع بين الذين لديه هناك وما طالما هذه الأغرام سائمة يعني نعم لا ترعى
يعني ترعى وليست معلوفة، فيخرج عليها زكاة من 40 ل 121 مش خرج عليهم شاة، وبعد ذلك من 120 ل 200 شاتان، وكذلك بعد ذلك في كل 100 شات شات. نعم نعم، شكرا لك دكتور على هذه الأجوبة الضافية والشافية. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه. قبل ما نترككم أو نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نذكركم ب وسائل الاتصال بالبرنامج اللي هما الرقم الهاتفي 00116 71 93 438 038، والعنوان الالكتروني sl@tunisiatv.an. نعاود رقم الهاتف 93 438 038، والعنوان الالكتروني sl@tunisiatv.an. تقبل الله صلاتكم وصيامكم وقيامكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قد تجلى نيران بزمان.